يوم السبت. ساعة فضل الاعتصام كان تقريبا حوالي ساعة واحدة ونص أو اتنين الظهر، مش متذكرة الوقت قوي. كنت قاعدة عند الجنينة اللي عند المجمع ناحية القصر العيني، بدأوا يهجموا فبدأنا نجري. جرينا لحد عند كوبري قصر النيل، بعد كده هم قربوا قوي مننا، مجموعة مننا جريت على كوبري قصر النيل، وأنا كنت من المجموعة اللي جريت على كوبري 6 أكتوبر. كان بيتهيألي إن ده أمن، على الأقل إنه هنركب تاكسي أي حاجة هعرف هنعرف نهرب. طلعوا من المطلع، من غير المطلع اللي إحنا طلعنا منه، مطلع تاني جري ورانا، العربيات كانت بتزنق علينا معاهم. كنت أنا في الآخر خالص ما كنتش قادرة أجري، أنا أصلاً باخد بخاخة عشان صدري، ما كنتش قادرة أكمل جري. فعسكري فيهم كعبلني، كانوا ثلاثة، وقعت على وشي والناس جريت، كانوا ثلاثة، واحد فيهم لوالي إيدي الشمال ورا ظهري، وواحد تاني كان شددني من شعري، والتالت كان بالعصاية بيضربني على ركبتي وعلى قصبة رجلي. شتايم طبعا بأبويا وبأمي وحاجات يعني تمس العرض جدا يعني. وبعد كده شدني من شعري قومني وداني للقائد بتاعه، فبيقول له أخذناها، قال وديها للعميد مجدي. بعد كده كان في حوالي 20 عسكري على الكوبري. بالظبط انا ماشيه قدام ال 20 عسكري، ما فيش واحد فيهم ما اتحرش بيا سواء بكلمه او بفعل. والعسكري اسئله بقى من نوعيه هو انت بنت ولا لا، والكلام كده. وصلت لحد القائد بتاعه، قال له نزلها، قال له ما حدش يلمسها، انا قلت لكم ما حدش يلمسها بس نزلوها، ما حدش يلمسها. ده كان كيو ضرب تقريبا، بدا الضرب تاني يزيد. وبعد كده نزلنا من الكوبري، جراني لحد عبد المنعم رياض وهو عارف ان انا مش قادره اجري. وصلت لحد العميد مجدي، كنت انا اتكلمت معاه قبلها بيوم لانه كان اصحابي محتجزين عند عصام مجلس الوزراء، سناء سيف ونور ايمن وفريده الحسي وماجي وسام، انا كنت بكلمه عشان يطلعوا. فهو كان شافني قبلها بيوم بيقول له انتوا جبتوها ليه؟ فرد عليه قال له يا باشا دي بنت كذا، شتيمه بامي. قال لي اقفي هنا وما تجريش. قلت له مش هجري. قال لي معاكي بطاقه؟ قلت له لا، ما قدرتش اطلع له بطاقه لان انا مش عارفه ياخد بطاقه يعمل بيها ايه بصراحه. لو انا متوجه لي تهمه كنت هطلع بطاقتي، بس انا مش عارفه انا فين وايه. واقفه في الشارع عند عبد المنعم رياض بتاع حاجه كده مش اقل من 10 عساكر او يمكن اكتر كمان، بعد ما الضابط ده سابني. يعني محاولات تحرش بشعه، انا كل اللي كان هيمني ان انا دي وما تدخلش جوه البنطلون، مع انها دخلت برضه. وضرب بالعصيان على رجليا وايديا، وشد من شعري، انا شعري كان بيطلع في ايديهم، لحد ما العميد مجدي ده جه قال لي انا لو سبتهم عليكي هياكلوك، انت فاهمه ده؟ قلت له انا فاهمه. قال لي طب انا احطك في تاكسي، ما مش عايز اشوف وشك تاني. وشدني من شعري، خبطني خبطتين في التاكسي كده بس ما كانوش جامدين يعني. وطلعت بالتاكسي، سواق تاكسي كان بيتفرج على اللي حصل، كمل عليا شتيمه من نوعيه بقى ما انتي صايعه، ما انتي اهلك لو ليكي اهل مش هيسيبوكي تباتي في الشارع والكلام ده. ونزلت بعيد عن البيت بشويه، ما قدرتش يعني، ما كنتش عارفه التاكسي ده معاهم ولا لا، فعشان كده نزلت بعيد عن البيت شويه ونزلت اتمشيت الحته دي لحد ما وصلت للبيت. وشفت دكتور، كل اللي قاله انه كده مات في رجليا وفي ركبي وجزع بس في ايديا وفي رزغي هنا وفي الكوع، مش اكتر من كده. انت خفتي ايه لما ده حصل؟ انت حاسه ان ده هيمنعك تنزلي الشارع تاني؟ لا، ما انا نزلت، انا نفس اليوم كنت موجوده بالليل في الميدان، ريحت بس اليوم اللي بعده لان ما كنتش قادره، ونازله تاني النهارده. طيب انت رايك انه في يعني استقصاد للبنات؟ ده كان بيحصل لانه الوقت في الولد شددني بيجري بيا عشان ما انا ما اعرفوش، كمان ضربوه على ايده وقالوا له سيبها. واكتر مشهد ده حصل قدامي ومع كذا حد من اصحابي، ان هم بيسيبوا الولاد وبيجروا ورا البنات. في حاجه عايزه تقوليها للمجلس العسكري؟ يعني من الاخر هم بيستغلوا ضعف، نقطه ضعف الشعب عشان احنا مجتمع شرقي فبيستخدموا البنات. يعني ده اسلوب في منتهى الحقاره بصراحه، يعني انه لو انت بتستخدم العنف ضد واحده ست، يعني انا مش عارفه اقول بجد ده ايه، يعني بجد دي حاجه في منتهى القذاره بجد. تالي رد البنات هنا، احنا اكتر من 10,000 بنت نازلين يرد عليه، كفايه قوي كده بجد يعني، كفايه.